سؤال آخر عفى الله عنك. نعم. الدعاء القنوت بعد يعني نهاية القرآن في رمضان هل هو يعني مشروع أحسن الله ليك؟ إذا دعا إمامك نعم أتابعه وأمن على دعائه. نعم، لكن إذا كنت أنا إمام للمسجد وبعض الجماعة يعني زعلوا عليه أحسن الله ليك. نعم. أقول إذا كنت إماما لمسجد إي نعم ولما أختم القرآن بهم يعني الدعاء في آخر عقب انتهاء من سورة الناس والدعاء المشروع هذا، إذا كنت لا ترى هذا نعم الأمر سهل أحسن الله الأمر لك. سهل، لا تنهي القرآن سم؟ لا تكمل القرآن أحسن الله إليك، أن يعني تكمل القرآن أيضا مو بلازم أحسن الله إليك، لا تكمل وإذا لم تكمل ما هو قادر تختم.